الصباح الجميل وفي انطلاقة تمهيدي الوثبة لسن الكبار والديوان الثامن الذي ينطلق في صباحه هذا اليوم 17 من شهر يناير لعام 2021 للميلاد بانطلاقات هذا الصباح وانطلاقات رياضتنا العربية الأصيلة. دائما تأتي ضمن التوجيهات السامية والكريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه واخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبمتابعة واهتمام وحرص كبير من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله، وبالمتابعة والحرص والاهتمام من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والإشراف العام من سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد النهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن. على البركة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، تعلن أول اندفاعات هذا الصباح وأول انطلاقات سن الكبار الحول والزمول حيث تنطلق في عاصمة الميادين لمسافة أيضا 8 كيلومترات 16 شوطا توزعت ما بين الحول والزمول، وهناك أشواط خاصة بالإنتاج والمنتجين. مباشرة نسير إلى الصدارة الأولى وإلى الطيارة سويد بن زايد بن قشمان المنصوري يتقدم هنا مع الطيارة ومع الصدارة الأولى ومع المقدمة الأولى لياتي ويقدم لنا الطيارة أيضا صاحبة الميدان ورعم صيحة دائما يقدم كل ما هو جديد. هناك أيضا سويد بن زايد بن قشمان المنصوري، بينما المركز الثاني وصلت فيه هملولة لسعادة فري بن علي بن حمودة، تتقدم أيضا هملولة بالاسم التاريخي الكبير والإنجازات المشرفة يقودها الحاسم بو سلطان حمد بن حمدون الوهيبي، بينما الشاهينية وصل شعار بن مشيط محمد بن ناصر بن مشيط يقدم لنا أيضا الشاهينية النقلة مباشرة إلى المركز الرابع، الوصول من ميلان لسعادة فري بن علي بن حمودة يتقدم أيضا مع هذا الشعار ومع هذه أيضا الانتقالة ويقدم هملولة وميلان. هناك أيضا سلطان بن حمد بن حمدون الوهيبي في المتابعة وفي الانطلاقات الصباحية، بينما المركز الخامس هناك انذار مصبح بسالم بن راشد بن بخيت الكتبي ياتي في المركز الخامس. المركز السادس أرى شعار أيضا الشاعر شاعر القمة وصل ليقدم لنا ريمة، الشاعر سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي بو أحمد يأتي أيضا من خلال هذه المشاركة مع ريمة، ولكن هنا الوصول والدخول من إغناضة لسلطان بن محمد بالسالومي الدرعي، بينما ضيفتنا العزيزة القادمة والمتعنية هناك من ميدان التحدي لتاتي الناوية لسعيد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين يأتي في هذه الاندفاعة وفي هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير. خذت أيضا مركز مرموق في هذه المشاركة الصباحية وفي أول أشواط الذلل، بينما هناك أيضا أشواق القادمة في انطلاقاتها المميزة أيضا يأتي هناك أيضا علي بن يمعة بن علي آل أرحم الدرمكي. الزاوية الأخرى تقدم لنا منصورة أحمد بسهيل بالدليلة، يقدم لنا أيضا العامري منصورة وخطيرة للغاية منصورة، بينما هناك أيضا شوق القادمة لسعيد بن عبيد بن محمد المزروعي أيضا يقدم لنا أبو محمد هذا الشعار اللي شاهدناه أيضا في مهرجان المرموم، استطاع أن يقدم لنا مهيض بأداء مميز وجميل ورائع. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، أول نداء أيضا لهذه الأسماء المشاركة في هذا الصباح في عاصمة الملايين ميدان الوثبة، عودة إلى الطيارة صاحبة الميدان
ميلان تقدم أيضا أجمل العروض، تقدم أجمل أيضا هناك الأداء المتميز مع السويد بن زايد بن جشمان المنصوري، أحد الأسماء التاريخية، أحد الأسماء المشرفة في عالم سباقات الهجن. يتواجد أيضا أبو مبارك سويد بن زايد بن جشمان المنصوري مقدما لنا هذا الاسم وهذا التحدي على المركز الأول، بينما هملولة في المركز الثاني يتقدم شعار سعادة فري بن علي بن حمود الشعار الاقتصادي، أحد الشعارات التاريخية، شعار منصورة وشعار مياسة، أيضا الأسطورة الكبيرة والتاريخية التي سطرت من الإنجازات أيضا السيوف وأيضا وكأس الثنايا بالفعل، وكان الاعتزال في ذلك اليوم اعتزالا مشرفا لذلك الذلول العملاقة بهذا الشعار، بينما المركز الثالث أيضا وصلت الشاهينية محمد بن ناصر بن مشيط المري، يقدم لنا الشاهينية اللي خذت المركز الثالث تتقدم بأداء مميز وتأخذ هناك مشاهدين الأعزاء هذه الأسماء، بينما ميلان وصلت ميلان لسعادة فري بن علي بن حمود يتقدم أبو خليفة، أيضا الشعارات العملاقة الخطيرة أيضا يقدم انطلاقات وأسماء تاريخية بالفعل سطرت الإنجازات، بينما هناك إنذار مصبح بن سالم بن راشد بن بخيت الكتبي مشارك في أول أشواطي هذا الصباح وفي أول أشواط الذلل. المركز السادس وصلت غناضة لأيضا هناك شعار سلطان بن محمد بن حمد بالسالومي يتقدم أيضا في هذا الأداء الجميل وفي هذا التحدي أيضا المثير، ولكن هنا وصلت فيه ريمة لسعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، يتقدم أبو أحمد يتقدم أبو سيف، هناك يتابعون بالعين المجردة ورسم الخطة بعد 4 كيلومترات من أجل الفوز والانتصارات، وموقع ريمة أيضا موقع منافسة قوية، ولكن الخيارين قادمين أيضا بهذا الشعار، شعار الخيارين أيضا الذي أيضا له إنجازات قوية مع الناوية سعيد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، أحد الأسماء الشهيرة في عالم سباقات الهجن، ولكن شعار مصانع الجنوب القادم من الزاوية الأخرى مع منصور أحمد بن سهيل بالدليل العامري يقدم لنا أيضا منصورة، وصلت في هذه اللحظات وتقدمت، ولكن هنا أشواق علي بن يمعة بن علي آل حمد درمكي، ولكن شوق وصلت في هذه اللحظات، يا سلام سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي يقدم لنا شوق جسر العبور، وهنا أيضا تباني الأخبار، بدأنا نقترب من هذا المسار الجميل الذي نشاهد له أيضا الإنجازات القوية من خلال أيضا مشاركات الذلل في عاصمة الميادين، ولكن الطيارة على المركز الأول، الطيارة في الصدارة الأولى، الطيارة مع مقدمة هذا الشوط السويد بن زايد بن جشمان المنصوري يتقدم بو محمد، ياتي بو مبارك بهذه الانطلاقة المميزة والجميلة للغاية مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هي اللي في الصدارة في المركز الأول في المقدمة الأولى، بن مشيط يتقدم محمد بن ناصر بن مشيط المري، أحد الشباب أيضا المبدعين وصاحب النظرات الثاقبة في عالم الأصايل وانتقاء السباق بالفعل، يتقدم على المركز الثاني بقيادة أحد الخبراء راشد بن ناصر بن مشيط المري، من يقود لنا الشاهينية في هذا الشوط؟ وصلت هملولة وميلان بالشعار الاقتصادي، بتحديات الشعار الاقتصادي، هملولة وميلان تعود ملكية لسعادة فري بن علي بن حمودة، يقدم لنا هذه الانطلاقة القوية وهذا التحدي المثير على المركزين الثالث والرابع، الأربع المراكز الأولى انعزال تام من خلال هذه المنافسة، هناك الطيارة وهناك الشاهينية، الطيارة مع بن قشمان والشاهينية مع بن مشيط، بينما هملولة وميلان بش شعار بو خليفة مع بن حمودة يتقدم أيضا هناك في منافسة قوية وفي تحدي مثير، أرى أيضا السرعة بدأت تزيد في مقدمة الشوط بالاتجاه إلى آخر كيلوين، بينما هنا الوصول من خلال أنذار مصبح بن سالم بن راشد
بين بخيت الاكتبي والقادمة ايضا منصورة لاحمد بن السهيل بالدليلة العامري، ايضا انذار خذت المركز الخامس ومنصورة خذت المركز السادس. هنا غناضة لسلطان بن محمد بسالومي خذت المركز السابع. المركز الثامن الناوية يتقدم سعيد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، بينما تحركت شوق هناك ايضا بهذا الشعار شعار سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، وصلت ريمة ايضا تقدمت بشعار شاعر القمة الجري سعيد بن احمد بن دري الفلاحي. هكذا النتيجة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. نعود الى مجريات الشوط، نعود الى المنعطف الاخير، الى ايضا الاستدارة، الى المنصة الرئيسية. المنصة بانت منذ هذه اللحظات، المنصة بانت منذ هذه اللحظات، ولكن الصدارة وين؟ المركز الاول، الصدارة الاولى ما زالت الطيارة، الطيارة على الصدارة، الطيارة على المركز الاول، على المقدمة الاولى يتقدم سويد بن زايد بن جشمان المنصوري مقدما لنا هذا التحدي المثير وهذا الانطلاق الجميل للغاية. مشاهدين الاعزاء مبارك بن سويد بن زايد بن جشمان احد شبابنا المضمرين والمتابعين والمتخرجين مع سويد بن زايد بن جشمان مع المركز الاول، ولكن هنا هملولة او ميلان، ميلان وهملولة في ايضا صراع على المركزين الثاني والثالث، عينهن على مقدمة الشوط والصدارة الاولى والمقدمة الاولى. هناك مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام وصلة الشاهينية محمد بن ناصر بن مشيط المري يتقدم مشاهدين الاعزاء، ولكن الاستدارة الى الكيلو متر الاخير، الى الكيلو متر الاخير. هنا مشاهدين الاعزاء هنا ايضا اللقطات الجميله التي يضعها لنا مخرجنا عبد الكريم شلبي بالفعل احد ايضا المبدعين في عالم الاخراج، ولكن الكيلو الاخير ما شاء الله هد اللعبه يا سلطان. هناك ميلان سعادة فري بن علي بن حمودة يتقدم مع المركز الأول والصدارة الأولى. الله، انطلقت ميلان، ميلان على الصدارة، ميلان على المركز الأول، يتقدم هذا الشعار، الشعار الاقتصادي، شعار بو خليفة يقدم لنا ميلان في المركز الأول. سعادة فري بن علي بن حمودة يقدم لنا ميلان، بينما المركز الثاني الشاهينية محمد بن ناصر بن مشي وصلت هملولة، وصلت هملولة لسعادة فري بن حمودة الظاهري. يا سلام، الله الله الله، الخمسمائة متر الأخيرة، الأمتار المجنونة، التحديات المثيرة. مشاهدين الأعزاء، العصا في الأبطان يا ميلان، العصا في أمان يا ميلان، انفراد جميل مع ميلان في الصدارة الأولى، في المقدمة الأولى، في المركز الأول، في التحدي الأول. هنا مشاهدين الأعزاء أول أشواط الذلل يتقدم مع ميلان، تهانينا منذ هذه اللحظات من الميتين متر الأخيرة وبداية منطقة الثيل. ميلان على الصدارة، ميلان على المركز الأول، سعادة فري بن علي بن حمودة يتقدم مع المركز الأول والصدارة الأولى. حسمها الحاسم، حسمها الحاسم حمد بن حمدون الوهيبي، تهانينا والناموس. المركز الثاني الشاهينية لمحمد بن ناصر بن مشيط المري، المركز الثالث وصلت هملولة لسعادة فري بن حمود الظاهر، المركز الرابع الطيارة لسويد بن زايد بن جشمال المنصوري، بينما المركز الخامس هناك الناوية وصلت في خامس المراكز، أو هذه انذار غيرت المركز الخامس، انذار أيضا بشعار مصبح بن سالم بن راشد بن بخيت الاكتبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هكذا أيها المتابعون جميعا كانت انطلاقتي هذا الصباح، وكانت ميلان والعصا في الأبطان، تهانينا والناموس لسعادة فري بن علي بن حمودة أيضا على فوز ميلان، حيث قطعت مسافة 8 كيلومترات بأيضا 13 دقيقة 3 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني الشاهينية محمد بن ناصر بن مشيط المري، حيث قطعت المسافة في أيضا هناك توقيت زمني 13 دقيقة وأربع ثواني 5 أجزاء من الثانية. هملولة وصلت في المركز الثالث وقطعت المسافة أيضا، هملولة عايدة ملكية لسعادة فري بن علي بن حمودة ب 13 دقيقة 4 ثواني وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الطيارة من وصلت في المركز الرابع لسويد بن زايد بن قشمان المنصوري، حيث قطعت مسافة السباق هنا مشاهدين الأعزاء ب 13 دقيقة 7 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسويد بن زايد بن قشمان المنصوري، والتهنئة للمضمر مبارك بن سويد بن زايد
سايد بن قشمان، انذار من وصلت خامسا لمصبح بن سالم بن راشد بن بخيت الكتبي، وقطعت المسافة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في توقيت زمني وقدر هنا من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذا التحدي الصباحي، حيث كانت أيضا النتيجة ب 13 دقيقة 21 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم.